عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا عارفين موضوعنا انه بنجرد الفراخ مش بنجرد من دعك فيها. طبعا بداية الكلام اذكرون الله وصلونا على النبي لا إله إلا الله. طبعا الحلقة هاي راح تنزل ثاني يوم لأنه في عنا حلقة أول امبارح ما نزلناها راح ننزلها اليوم، اللي هو هذا هي راح تكون هاي الجزء الثالث على تطليع الفراخ موعد. طبعا بدنا دعمكم بلايك اشتراك بالقناة، أهم إشي بدنا اشتراك بالقناة يا إخوان، بدنا نصل 1000 بأقرب وقت عشان القناة تطلع وأكثر من واحد يشوفها. طبعا نفتح الفراخ هسه زي ما انتم شايفين مسكر عليها، نبزرلها احنا وياكم ونكشها مع بعض برضه ونشوف كيف صارت ثالث يوم. اتوقع انه اليوم تنطينا شغل احسن، مع انه مش عارف الهواء غربي او شرقي او الناس مفشلكة هيك، مش معروف شو هي هسه، بس نطلع الفراخ بنعرف شو هي النسمة. خلوكم معنا، خلني افتح لهن وارجع لكم. هاي فتحنا لها يا اخوان، السيات راح نبذر لها شوي زي ما احنا معودينها، نبذر لها شوي تاخذ راحتها، تشرب لها شويه مي عشان تشد معنا تنطينا حقنا، يعني عشان ما يضل عقلها يعني بالمي والاكل، يعني هذا الاشي معروف الكل بيعرفه، بس يعني اقل من ربع بطن يعني مش نشبهها لا. يعني هاي شايفين جيعانة طبعا من العشاء للعشاء بتاكل على راسها، بس سبحان الله الفراخ تطلع زي هيك جيعانة ما بعرف ليش. فبنخليها بس دقيقتين وبنكشها داحي داحي. هلا تشرب مي كمان، حطينا لها شوية مي بال تشط الحمام تحت تحت. طبعا يا اخوان هالسيارة راح نكشها، خليها نتف صغيرة على الرف. صراحة فراخ نشيطة صار لها ساعة بتفر على السطح، ما انطيناها وقتها، بس في اليهود هاي شايفينهم زي مبولع اكل حب الذرة، بس خلوا يبلعها شوفوا انه ارتاح. شايفين كيف اليهودي الازرق زي انه مبولع بحبة الذرة، فخليه بس شوي، بديش اني اكشه وهو مبولع لا سمح الله يختنق وهو طاير. شنو صارت معي مرة كشيتها زي وانا ابزر لها، كشيتها في طير اختنق وراح لا سمح الله ما يموت يعني، فلحقناه باخر لحظة. فخلي شوي بس يعني يعني عارف شايفين كيف مضايق اكثر، مضايق مش مبالع. هسه يا اخوان بنكشها خلاص، اخذت وقت وزياده. طير يا كلب. خلنا نعلق لها العلم عشان تعرف انه هذا وجهها، بس لا صلاه النبي شاد اليوم. سرعة الجناح واضح واضح، صلاة النبي تفرق محلها. خلنا نعلق لها العلم يا اخوان وارجع لكم. هاي يا اخوي بصفر لها من تحت.
صلاة النبي جنحها جامد. هيك الكرب لا بلاش، اليوم الهواء غربي، شايف كيف ماخذة راحتها بالطيران. علقنا العلم، بسم الله ما شاء الله شالعت، يعني لا هي عالي ولا واطي، وهي ما لو حلها والله، زي بدها تمشي يعني، زي انها بتمشي بتوسع قاعدة. هاي اخوي بصفر لها من تحت، دروني شوي هيك التصوير عشان بلوح والله يا اخوان، يعني لازم اكربها هاي، ما فيش فيها تهاون يعني، قاعدين بنجهز لكم حلقات يعني. يلا راحت 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 والله راحت وجه، هلا وحلها عشانها لفت، ارجعت عدلت، رجعت عدلت وراحت، راحت 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 راحت. ولك ايه معك ايه، ولك ايه معك ايه، اكله وحلها، لو حلها بس تشوفني بلو حلها بتعدل، شايف كيف والله قرصت، لو حلها مزاك بتلو حلها ما بتقربكيش على الكامل، ترى رايح مش جاي. لا امبارح صرت تشوط، هسه طلعتها، طلعتها بس درت لها شوي، شربت مي ومشيت، قال مشيت كشيت. بعيد يعني عنك كثير، لو حلها بس لو حلها. ارتدت، راحت الطاقية، شمطني الوحية. والله وعصي والله وامعكي، فالعيونها يا اخوان بدنا تمعكونا لايك، يعني هاي رجعت شديتها عشانكو، عشان نمتعكو بالكم من حبة، عشان ما تزهقوا من كثر التنشير. شنو اخر فترة كله تنشير بتنشير تنشير بتنشير، قلنا بدي اشد لكم لعيونكم هال 25 فرخ، هيك ننبسط احنا وياكم بممشاهن، واللي بده يروح منهن يروح عادي يعني، بس ولا بروح منهن ولا واحد، جردي وعارفه يعني ربنا الله. ولك ايوه روحي، ولك روحي، ولا سفحي ولا اي اشي، اللهم انه بس الشب صفر بظهره وانا بلوح كنت، وهي العلم، العلم الاردني الغالي علينا. ولك امعكي، ايش بدي سوق وش بدي يرجع؟ لا يا عمي بدناش نغيب، خليها بس هيك 4 ايام على التشويط، والله بس بدي اقرب جنحها مشان اللي يروح بكون ساقط، اما اللي بروح زي هيك بكون غلط منك انك شديت عليه، اما ان اللهم صل على سيدنا محمد، بس تنطيني 4 ايام على الشد هاي عادي، بخليها تغيب، خليها تغيب، واللي بروح بكون ايش ساقط. بسم الله ما شاء الله، انسى بتنطينا قفوها، بتقول شد علي شد علي، خلنا شد، انت شد من عندك وانا بنشد من عنا. بدها صفرة من صفافيري، الله بدها تروح. جانا تلفون يا اخوان، اضطرينا نقطع التصوير، هاي قاعدة بتوطى، خليها توطى، خلنا نفقعها مشوارين على الواطي، شايف يسعد رب الهوا الغربي يا زلمة، الها يومين بتطير بالشرقي موت، كسر ظهرها، كسر ظهرها الهوا الشرقي. ماسك ببعض صح، ولا
اليومين اللي مسكتها فيه يوم جد اني ظبطت وضع كربتها كرب. خليها لما توطى يا اخوان بتمشي هسه، لو نرجع نزور عليها بس نشي تمشي لفوق، نهي تمشي لتحت، فوق بظلها ماسكة هسه، فبديش اصفر بظهرها لفوق ولا الوح هي فوقية. اذا بدي اروح بس تنطيني ظهرها هون، تنطيني ظهرها بالمنطقة هاي. اللهم صل على سيدنا محمد وشوحلها. هاي يا كاسرة على الواطي، خليها تظلها نازلة، اذا اعطتني قفاها بنصفر لها. مازالها بتعدل ما بصفر لها، خليها. بدك حامك تمشي بس اصفر بظهرها، اصفر بظهرها، واذا زي هيك مسكها تعبها واضرب عليها سفاحية خوف، اضرب بظهرها. هات اللوحي، خلنا لو هلا شوي عشان نصوت لحالي هسه وبنرجع لكم. يا اخوان بلشت مشوار على الواطي، هيك جينا نولع لنا سيجارة نخليها تطير بكيف على راسها، وهي بتشوط على الواطي امورها طيبة ان شاء الله. اعطوني 3 ايام 4 ايام بخليها تغيب، تخيب يطيب ما نعرفش وين اراضيها. هاي اهم شي الجنح لسه فيها، شايفين هذا من تحت لسه برخي جناحه، لسه كلها مش مراكبة بعض. ايها بدمعك معك، تعودت على التلويح، بطلت لو حلف فكريت اني حطيتها. امورها مش طيبة يعني بالنسبة لي، والله مبسوط عليها يعني. هذا اليوم الثالث، إنجاز إنجاز إنجاز، فيها فراخ لسه مش فاك، بجوز فيها 5 يعني، بدك تقول هسه قاعد بجرد فيها لسه مش بري لفوق، بس بنحبش نصور لفوق احنا. ايها جاي جاي نازلة، ظلك نازلة ظلك نازلة. كسرنا الدنيا، واحد بزبطش يلوح وصور وصفر و... خلينا نشد عليها شوية يا اخوان، شايفين بتفرك قاعدة بتفرك، بس الجناح يعني اليوم الجو غربي، صرت تطير قد اللي طرتن امبارح مرتين يعني. راح امسك عليها اليوم، امسك عليها لبعد المغرب تقريبا، الها نص ساعة طايرة. خليها خلنا نكربها ونرجع لكم، بدهاش كرب يعني، ما شاء الله عليها جناح سريع، بس عشان الواحد ايش ما يخليها ترتاح، ما يخليها ترخي جناحها، خليها انها ترتاح وهي بعيدة عني، على التشويط ترتاح، اما من فوقية ممنوع ترتاح، ممنوع ممنوع. سدها صفرة من صفافيري هسه وبنرجع لكم. والله يا اخوان بعد ما ماسك عليها ذبحتها، ذبحتها ذبح، لسه مش راح تحط الا بعد الاذان، لانه الجو اليوم رياحه 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 الجو اليوم، كان لسه مش عارف شني شديت عليها وصفرت لها وزي هي قبل شوي مشيت مشوار كويس يعني، ربنا الله، بس صفر بوجهها بالقريه غاد ولفت ورجعت. انا بهمنيش تمشي، اهم شيء ما تغيبش الايام هاي اصلا
إذا طلعت مشوار يعني هو على الأطراف خلت تعلم منطقتها، شايفين كيف تسحب تمشي. وصلت تقريبا الجامع هناك وصفروا لها ولفت ورجعت، مليون هم صفروا لها أصلا. إذا بعدت أكثر من هيك انسى، هناك ميمعة 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 هناك، يعني بديش أقول لك كوم، بس في بوس 5 6 من الجامع ورا، وهي بترمح ترمح رمح. خليها ان شاء الله على المحط، راح اصور لكم اياها. يعني مطيارها باول شي صورناه، ناشر نطول الفيديو الحلقه تاعتكم ونلوح، يعني لازم نظل ضاغطينها عشان تنطيني سرعه الجناح، يعني ما بدي شيء يرتخي فيها، تظلها كاربه. فزالها ظلت كاربه تندعك صح. ولما اجي حطتها ان شاء الله بنفتح الكاميرا احنا وياكم ونصور التحقيق، نصحيلها مع بعض. يعني هسه خليها كاربي، وهي جت اجا صقيري هذا، هسه برجع بشدها كمان. شايفين هي شوحة شدت 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 عليه. شدت عليه وفلت منه. فراخ مش زي الكبيرة، لونها الكبيرة تلاقيها بتقرص ولا قرص، اما الصغيرة بتهاب شوي. رجعت ركبت العالي وبدها تروح تروح، تظلها طايرة. اهم مش تنطين المطيار ايش الوقت الزمان اللي بدي اياه وسرعة الجناح، يعني تظلها ضاغطة، ليش اشي يرتخي عن اشي. اهم مش تظلها ايش ضاغطة، كل ما ظلت ضاغطة كل ما ثاني يوم جاوبت اكثر معي. شايفين في 2 فسحة من الفراخ الكشامر الصغار، بس واضح يعني كويس. وهي ايش مش ماسكات ضربة فوقية فوقية، يعني بالمنطقة ما يعني بروح بشوطن بروح وبرجع، بس عشان انا بلوح كمان مش متحكم بالتصوير، يعني بجوز بفوكس التصوير على الرج وعلى التشويه. شايفين كيف بشوح هي، بس كويس امورها شادة. ومندشرها ايش زي هيك، نرخيلها هسه لما اجي حطتها ان شاء الله بنرجع لكم. هيا رجال لسه ماسكين وعاضين عليها، لعنت حرمها والله يا اخوان. هاي احتمال تخلط انها مسكت برمه وطلعتها قبل شوي على البرمه. هاي بده يأذن، بذكر بده يأذن. لما خلص اذان ان شاء الله، ولا اقول لكم هسه راح نحططها احنا. يعني شايف لت كيف طل 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 صغار فجر. نحط 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 خلاص هنحططها انا وياكم يا اخوان. كفيها حرام الصغار والله تعبن. الله اكبر الله اكبر والعزة لله. خلينا بنرجع لكم يا اخوان، نضغطها بس لعيونكم لبعد الاذان. رجعنا لكم اول ما خلص اذان يا اخوان. اللهم صل على سيدنا محمد. هذول الاربعة ما تحملنش، يعني اذا بشد عليهم كمان شوي في السدن. هاي هذول تاح 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 تاح، هذول تعبن صح. المكبي لا سرق بطل يقدر يحرك جنحانه، حرام يعني. هذول الاربعة خلص يعني بقول لك احنا ما فيش فينا يعني. تعي 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 تعي. بطلب منه حط تعي 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 تعي
تعي تعي تعي، خليني انزل من هذول. تعي 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 تعي، عشان جات مش قادر حتى ينزل. تعي 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 تعي، فكر الجو هو غرب شرقي. تعي تعي. طبعا لهون بتكون نهاية حلقتنا يا اخوان، اللي عجبه يعني اذا عجبتكم الفراخ ودعك للفراخ، طبعا لسه هذا ثالث يوم بدعك فيها رسمي ان شاء الله، بس اعطوني 3 ايام يا اخوان راح افرجيكم ممشى للفراخ، اشي رهيب وبجنن واشي يسر قلبك وخاطركم. يعني اذا انك وصلت لهون بتمنى دعمك بلايك، اشتراك بالقناة، يعني شير يعني لاصحابك لحبايبك. ولهون تكون نهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.